احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 23/6/2023 وتعالوا نشوفوا العجميات الجاموس اللحم. الله اكبر. صباح الخير يا عم الحاج. صباحك ابيض. عامله ايه من العجمه دي؟ عامله 35000. 35000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الكيلو فيها ب 250 مشف بقى. مشف ب 250 مشف بسم الله ما شاء الله. الجاموس يا جماعه لحميته طبعا ما يعلاش عليه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الكيلو مشف ب 250 يا جماعه الجاموس بسم الله ما شاء الله. عجميه صلاه النبي عليه قال ربنا يبارك في المال واصحاب المال. 35000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله يسلمك على العجمية دي. اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. 49.5 46.5 اسعار يا حاج. الله هو يعني السوق حنين النهارده. السوق ببلاش يا حاج النهارده. ربنا يرخي على العباد يا رب. محمد عبد اللطيف مره 36.5 46.5 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 46.5 بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. مال يا جماعه صلاه النبي عليه ربنا يبارك للمال والصحه. كانت ب 50 الصبح. كانت ب 50 الصبح. كانت ب 50 الصبح. الله اكبر. حطمنا الاسعار عشان الغلابه دي ياكل. عشان كله عايز. كله هيضحي ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. كانت ب 50 الصبح دلوقتي ب 46.5. يلا الله يبارك له. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. مال يا جماعه صلاه النبي عليه العجميات الجاموس اللحم. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. ربنا يصلح حالكم ويبارك لكم يا غالي. الله يحفظنا عشان الغلابه. الله يبارك لكم. الله عشان الغلابه. عشان الغلابه. الغلابه تاكل. الله يبارك لكم بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه الغلباني. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يرخيه على عباده. ربنا يرخيه على عباده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. العجم الجاموس اللحم. صباح الخير يا معلمي. عامله ايه يا مديان؟ عامله صلاه النبي. الله يعني افضل الصلاه. 42000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه صلاه النبي عليه. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. دي الجاموس الاحمر يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الجاموس النادر. الله يبارك لكم بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. يعني السوق النهارده حاطط ولا يا رب؟ السوق مريح النهارده. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ربنا يرخيه على عباده يا رب. اللهم امين. امين يا رب. تجار حضرتكم ولا جنيين؟ تجار ان شاء الله. معايا واحده كسر يوز برضه. اللهم صل عليك. كسر يوز يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يذكر الله ولا اله الا الله. اذكر الله. لا اله الا الله. عود بقك على ذكر الله ربنا يبعد عنك البلاء. قل لا اله الا الله. اللهم صل عليك يا نبي. عامله كام يا صاحبي؟ 36.5 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه صلاه النبي عليه اكبر بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندك جاموس لو حد عايز حاجه ان شاء الله 0100 38 35 312 الاسم والمكان. فرج الطويل. من؟ فرج الطويل حوش عيسى. المعلم فرج الطويل حوش عيسى يا جماعه الناس المحترمين. الله يقويهم ويعينهم بسم الله ما شاء الله. كام تاني؟ 42 برضه يا فرج؟ 42 ان شاء الله. الله يبارك لك. 42 يا جماعه. كم؟ 36.5 اللي عند العربيه يا جماعه. اللهم صل عليك يا نبي. والله مالك حلو يا حاج فرج. الله يبارك لك. يعني موجود عندك عجميات جاموس ان شاء الله. ان شاء الله. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب ان شاء الله. كل سنه طيب يا غالي. الله يبارك لك ويصلح حالك. صباحكم ابيض ان شاء الله. العرض ياما يا جماعه والطلب شويه. ربنا يعوض على العالم. صباح الفل يا غالي. عامله ياما دي؟ الله وكيله شيء. كام يا صاحبي والله؟ 38.5 بسم الله ما شاء الله. يعني في هبوط في الاسعار النهارده؟ في خراب في الاسعار. خراب في الاسعار. ربنا يرخيها على العباد. ربنا يعوض على التجار ويعوض على الفلاحين ويعوض على العالم كله. وكلت طن العلب ب 20000. يعوض على ربنا على الناس اللي وكلت طن العلب ب 20. الفول راح فين؟ الفول راح فين؟ فلوس الفول. فلوس الفول اللي بقى كلته. ايوه الله يعوض عليكم. معلش الله يقويكم. من بره مش عاجل. الله يقويكم. والله العظيم ام 45 ب 38. ام 45 ب 38. 38000 ايه؟ يعني سبتوا 7000. الله يعوض عليكم. الغلابه والله. الله يعوض عليكم. والله للغلابه. ربنا يرخيها على عباده. المضحيين يا جماعه الله يبارك لهم. الاسعار هبوط النهارده. الله اكبر. ربنا يرخيها على عباده ويصلح حال الجميع يا رب. احنا بقينا الساعه 11:30 في سوق ابو المطامير. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله اكبر. يا مولاني عمك الشيخ والله ماشي ما في دماغه. الله اكبر.
ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.